مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: من المواقع المحلية، مواطن يبدأ البحث عن كمامة طبية في تعز ويصل إلى إب. وفي عدن الغد، الحوثيون يرفضون الدعم بالحبوب ويريدونه نقدا. بسبب فيروس كورونا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ينقل إلى وحدة العناية المركزة. مكث ربيع إبراهيم أسبوعاً كاملاً بحسب موقع المشاهد نت يبحث عن كمامات وأدوات تعقيم في مدينة تعز، لتستقر به رحلة البحث في محافظة إب، وهناك حصل على كميات قليلة من احتياجاته التي فرضتها الحملة الوقائية. يتطلب عمل ربيع في أحد القطاعات الخاصة توفير هذه المستلزمات بأي شكل من الأشكال. يقول ربيع للموقع: دفعت 3 أضعاف السعر الفعلي للأقنعة وأدوات التعقيم، إضافة إلى تحمل كلفة المواصلات من إب إلى تعز. شعرت كأني أدخل بضاعة محرمة من دولة إلى أخرى. ربيع واحد من ملايين اليمنيين الذين عاشوا مسار البحث ذاته قبل أن يبدأ خياطون محليون بحياكة أقنعة قماشية لتغطية العجز الحاصل، وبمواصفات غير متطابقة مع المعايير اللازمة للوقاية من الفيروس. ومنذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا، شهدت الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية في المحافظات تجريفا للكمامات والمعقمات المستخدمة للوقاية من الوباء من قبل تجار ونافذين في قطاع الأدوية والصيدليات، ما أدى لارتفاع أسعارها بنسب تراوحت ما بين 200 و400%. الصحفي اليمني المقيم في فرنسا أحمد الجبر تعافى بمرض كورونا بعد أكثر من أسبوعين وهو في المشفى، وقد كتب عن رحلة عذابه مع فيروس كورونا مقدما نصائحه لأبناء بلده حتى لا يتعاملون مع المرض بلا مبالاة، وأضاف في مقال تنشره بلقيس: بعد 18 يوما من المقاومة العنيفة والشرسة، وبفضل الله وكرمه ومنه أفلتت من قبضة الفيروس اللعين، ومع أني أكثر تطرفاً لجهة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها البقاء في المنزل وعدم المصافحة، إلا أن الفيروس اللعين اصطادني وزميلي العزيز سامي الأشول يوم 12 مارس عندما خرجنا في مشوار صغير، فلم نعد يومها بمفردنا بل برفقة عدو خبيث لا نعلم أو نتذكر كيف اصطادنا. وحدهم فقط أولئك الذين ابتلاهم الله بكورونا يعرفون معنى 18 يوما في قبضة هذا الفيروس الخبيث. هي مواجهة تحسب بالدقائق والساعات، تعيش الموت وتتذوقه لحظة بلحظة مع عدو يخبرك أنه جاء ينقذك بالموت فلا يمنحك، وأنت من تتوق إليه للخلاص مما أنت فيه من عذاب. كورونا ليس نزهة أو وعكة عابرة، إنه مجرم سفاح يزرع صدرك بألغام تتفجر كلما سعلت، وهو سعال لا يكاد ينقطع فيحيل صدرك إلى أشلاء من دماء تسيل إلى فمك. هو سفاح لا يرحم، لأنه بعد أن ينهي تنفيذ سلسلة انفجارات متوالية في صدرك وفي استغلال بشع لجسدك الذي لا يقوى على تحريك يد واحدة لحمل منديل تجفف به فمك من الدماء، إذا به وبخبث الجبناء يعبث بالهواء الذي تتنفسه بصعوبة، فيمارس هوايته اليومية بخنقك بين الحين والآخر إلى أن تكاد تودع الحياة أو يغمى عليك. لم يكتفي بكل ذلك، بل وعلاوة على الإرهاق والفتور الشديد الذي يصيب به جسدك المنهك وارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية والشعور بالقشعريرة، فإنه يطبق على رأسك إلى درجة تشعر معها أنه سينفجر من شدة الألم. هذا هو الفيروس اللعين الذي أحال العالم إلى كتلة من الخوف والرعب، فلا تستكثروا أو تستثقلوا البقاء في المنزل، فلو عرفتم حقيقته وسرعة انتقاله لبحثتم عن كهوف تحت الأرض بدلاً عن المنازل. مزيداً من الحذر قبل أن يقع الفأس على الرأس، فلو تسلل إلى بلدنا لا سمح الله سيحيلها إلى مقبرة جماعية. أسأل المولى أن يجنبكم وبلادنا والبشرية جمعاء كل سوء ومكروه.
قادة ميليشيا الحوثي لا يحتاجون الحبوب فمخازنهم ممتلئة، إنهم الآن بحاجة إلى النقد وليس إلى الحبوب، وقد طالبوا ذلك من برنامج يقدم الغذاء فقط وليس الأموال. ووفقا لموقع عدن الغد، فقد هدد الحوثيون برنامج الغذاء العالمي، وعنوان الموقع: قيادي حوثي يهدد برنامج الأغذية العالمي بشأن تسليم المساعدات نقدا. وأكد الموقع أن القيادي البارز في ميليشيات الحوثي محمد علي الحوثي هدد برنامج الأغذية العالمي بالكشف عن مجريات اللقاءات التي عقدت مع مسؤولي وبث الفيديوهات الخاصة بها في حال عدم البدء بتنفيذ تسليم المساعدة نقدا. وقال الحوثي: إذا لم يبدأ برنامج الغذاء بتنفيذ المرحلة التجريبية لتسليم الأموال نقدا، فقد يتم إنزال الفيديوهات الخاصة بهم. وطالب القيادي الحوثي مع منظمة الغذاء أو من منظمة الغذاء أن تدفع لهم الأموال كتجربة فقط، وقال إنهم يختلقون المشاكل ويعرقلون التنفيذ كي لا يدفعوا لنا نقدا. طبيبان وثلاثة مساعدين من طلبة المعهد البيطري انكبوا على إنقاذ مهر بعمر شهرين بالقرب من الكلية الحربية في صنعاء. كانت المهر بحسب موقع خيوط ممددة على مصطبة بارتفاع 80 سنتيمترا على الأرض أمام مبنى صغير داخل مدرسة الشهيد سعد الأشول في حي الروضة، بعد قصف التحالف إسطبلات جناح الفروسية في الكلية الحربية بما يقارب 6 صواريخ. الطبيب جلال اليوسفي أكمل تقطيب جرح المهر ذات الشهرين، لكن رقبتها ما زالت مثقوبة من الجهة الأخرى. كان مجموعة من الفرسان وسائسي الخيول في الكلية الحربية بصنعاء يتجمعون لتناول الغداء في أحد مباني جناح الفروسية، وعندما شرعوا بالغداء سمعوا دوي انفجارات بعيدة، لكنهم لم يتوقعوا أن يكون موقعهم هو الهدف التالي لمقاتلات التحالف. سقط الصاروخ الأول، قال وليد الكرشاني لخيوط، ثم سمعنا بعده 3 انفجارات متتالية وبعدها انفجارين آخرين. كان عنبر التبن أحد الأهداف للغارة، قضى مهدي الريمي على الفور وهو الفارس الذي كان يخرج غداء الخيول من عنبر التبن. وأظهرت أحد الفيديوهات لاحقا مجموعة من المسعفين يمسكون بأطراف مئزر ملطخ بالدم. كان جثمان مهدي مكوما داخله مثل الكثير من خيوله النافقة. بحسب إحصائية ميدانية لفريق جناح الفروسية، مات 45 خيلا وحصانا وجرح أكثر من 50 من إجمالي 180 خيلا في جناح الفروسية التابع للكلية الحربية. تعز تستأنف موتها مع كورونا، هذا ما اختاره الكاتب يعقوب العتواني ليكون عنوانا لمقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين، والذي أضاف فيه: الهلع الذي تسبب به فيروس كورونا أصاب قدرا لا بأس به من حيوية مدينة تعز، أو لنقل أصاب ما هو متاح منها، عند الأخذ في الاعتبار أن المدينة كانت أساسا لا تزال تنازع الموت وتتحرر شيئا فشيئا من ظلاله حين لاح شبح القاتل العالمي المستجد. الحيوية هي الكلمة التي اخترتها لكي تعني ما هو أكثر من مجرد الحياة. يوم المدينة صار ينتهي باكرا جدا، وتوشك الشوارع أن تخلو تماما بمجرد هبوط الظلام، ولا يتبقى من شارع جمال الذي نادرا ما يخسر رواده في أي وقت سوى حركة محدودة لأفراد قليلين، وحتى هؤلاء يظهر عليهم أنهم في عجلة من أمرهم وكأنهم يتواجدون في المكان الخطأ وعليهم الاختفاء في أقرب وقت. ليس الأمر أن الناس كانوا متصالحين تماماً مع الحياة العامة، ثم فجأة أفزعهم كورونا فتواروا بعيداً، أو أنهم أخذوا دعوات السلطة وتحذيراتها على محمل الجد. فلا تزال السلطة هنا في نظر كثيرين في مرحلة التجريب، وحتى فيما يتعلق بالسياسات التي يؤيدونها تماماً، فإن التأييد غالباً يتضمن شعوراً بالتعاطف تجاه هذه السلطة التي لم تستقر بعد على ملامح واضحة سياسياً أو جغرافياً. لقد اكتسب الناس خلال سنوات الحرب استعداداً نفسياً لتمضية الساعات الطويلة داخل الحجرات، وكانت علاقتهم بالحياة العامة قد تضررت كثيراً. لا يزال شبح الخوف حاضراً في الشوارع ولو كذكرى سيئة أو خاطر
غير واع يثقل الحركة وينصب الحواجز النفسية التي تحول دون استعادة تلك الانسيابية والمرونة بين الخاص والعام وبين الشارع والبيت، والتي هي من ثمار فترات طويلة من السكينة والحياة المديدة دون صدمات أو انقلابات عاصفة. صحيفة الشرق الأوسط: وفي الشأن اليمني عنونت: غضب يمني من مجزرة حوثية بحق سجينات في تعز. وفي التفاصيل تقول الصحيفة إن القصف الحوثي على سجن للنساء في محافظة تعز أثار غضبا عارما ومطالبات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف جرائم ميليشيا الحوثي. وكانت الميليشيا قد قصفت جناح النساء في سجن تعز المركزي بأربع قذائف، ما أدى إلى مقتل 6 نساء وإصابة 28 أخريات. رئيس الحكومة معين عبد الملك وصف ما جرى بالجريمة الإرهابية وقال إن استمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين، آخرها استهداف قسم النساء في السجن المركزي بتعز، مؤشر واضح على نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل دعوات السلام والتهدئة الأممية والدولية. هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني عبرت هي الأخرى عن استنكارها بأشد العبارات لقيام الميليشيا بارتكاب هذه الجريمة، إضافة إلى قصف محطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر في مأرب. أما الرئيس هادي فقد أجرى عقب القصف الحوثي اتصالا هاتفيا بمحافظ تعز، وأمر بإطلاق سراح كافة السجناء والمحتجزين على خلفية قضايا وأحداث عارضة في المحافظة بضمانة وكفالة أهاليهم باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة. هل فكر أحد أن يطلق على ولديه التوأم أسماء مثل طاعون وكوليرا؟ يبدو الأمر غريبا وخارجا عن المألوف، لكن أما هندية أطلقت على التوأم الذي أنجبته في أوج الجائحة العالمية اسمي كورونا وكوفيد. وعنوان موقع الدي دبليو الألماني: تخليدا لهذه الفترة، أم هندية تطلق على توأمها تسمية كوفيد وكورونا. يأمل والدا توأم من الهند أن يكون اسما ولديهما سببا لتذكيرهما بالصعوبات والمشاق التي رافقت ولادة التوأم في زمن جائحة كورونا. لكن الزوجين الساكنين في مدينة رايبور يقولان إنهما قد يعدلان عن رأيهما مستقبلا ويغيران الاسمين. ولادة التوأمين كشفت عن المشاقة التي تحملتها إبان ولادة التوأم، وكيف أنهما أو أنها وزوجها قد أرادا تخليد يوم الولادة في عصر كورونا بهذين الاسمين. فالفيروس خطير ويهدد الجنس البشري، لكن انتشاره جعل الناس أكثر اهتماما بالنظافة والتعقيم والصحة العالمية أو العامة. تقول الأم: بهذا السياق بدأ طاقم العمل في المستشفى الذي وضعت فيه طفليها يطلقون على الولدين اسمي كورونا وكوفيد، وهكذا خطر لنا أن نطلق على الولدين هذا الاسم. عن وباء كورونا أيضا كتب سامح راشد مقالا في صحيفة العربية الجديد عنونه بكورونا تنتخب، قال فيه: قبل أن تنتهي أزمة كورونا اكتشف العالم أن ثمة أولوية قصوى كانت مهملة، هي بناء ما يكفي من المشافي وإعداد الكوادر الطبية اللازمة لتشغيلها وتوفير المستلزمات والأجهزة والأسرة، بل وقواعد البيانات الصحية والسجلات الديمغرافية. أزمة واحدة ضربت العالم كله بالتزامن، فصارت الميزة النسبية للدولة التي تملك أكبر عدد من الأطباء والممرضين وأعدادا كافية من المشافي المجهزة بأسرة الرعاية المكثفة خصوصا، ومخزونا ضخما من أجهزة التنفس الصناعي، ومصانع قادرة على ضخ آلاف بل ملايين الكمامات والقفازات للاستخدام اليومي. أدركت الدول المتقدمة سريعا مدى القصور لديها في ترتيب الأولويات وتوفير الاحتياجات الضرورية البشرية قبل المادية لمواجهة أي طوارئ. ولما كان الطارئ الراهن صحيا، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح باب الهجرة إليها أمام الأطباء، ولجأت مصانع سيارات وغيرها إلى تعديل خطوط إنتاجها لتسهم في توفير المستلزمات والأجهزة الطبية. وستأتي لاحقا خطوات أخرى ترد الاعتبار لاحتياجات الإنسان الضرورية لبقائه وحفظ حياته، وذلك بعد عقود من سيطرة النظرة الرأسمالية المنحازة إلى الصناعات الترفيهية والاستهلاكية والتطبيق الانتقائي
المتعسف لنظرية الانتخاب الطبيعي. ربما كان سادة العالم من رجال الصناعة وأباطرة الاقتصاد والنخب السياسية يدركون تلك الحقيقة ويخفونها بغية تحقيق مكاسب سلطوية وتحصيل ثروات ونفوذ. ما فعلته أزمة كورونا أنها أسقطتهم جميعاً بعد أن كانت أي أزمات أو معضلات تتعلق بالإنسان بعيدة عنهم، فالناس العاديون فقط من يمرضون، والفقراء فقط من يعانون الجهل والتخلف، والقابعون وراء البحار أو على الجانب الآخر من المحيط هم من يقتل بعضهم بعضاً بأسلحة يصنعها لهم أولئك المتقدمون الآمنون. لم يتصور عتاة الرأسمالية ولا طغاة الشمولية أنهم في النهاية بشر، وأن ثمة مخلوقاً مجهرياً قادراً على هدم إمبراطورياتهم وكشف عوار طقوسهم وأفكارهم الدنيوية القائمة على معادلة العقل والمال والقوة. موقع شبكة البي بي سي عنوان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوقل إلى وحدة العناية الفائقة، حيث نقل جونسون إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا حسب ما أعلنت الحكومة. متحدث رسمي قال إن جونسون نقل إلى قسم العناية الفائقة بناء على نصيحة من فريقه الطبي، وهو يتلقى الآن رعاية ممتازة. جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه وفق الضرورة، فيما تتواصل الحكومة مع الملكة إليزابيث الثانية لإبلاغها بالتطورات المتعلقة بصحة رئيس الوزراء بحسب قصر بنكنغهام. في وقت تتخلى ميليشيا تبسط سيطرتها على مدن عربية كثيرة، تقوم عصابات بيع الممنوعات بتقديم المساعدة في هذه الظروف الصعبة. وكما ذكرت وسائل إعلام مكسيكية، فإن عناصر من عصابات المخدرات قامت بتوزيع الطعام على السكان في مدينتين بالبلاد وسط تفشي جائحة فيروس كورونا. ووفقا لصحيفة القدس العربي، عصابات المخدرات توزع الطعام على السكان في المكسيك وسط تفشي كورونا. يشار إلى أن عصابات المخدرات تقوم بتوزيع الطعام أو لعب الأطفال في مواعيد معينة مثل يوم الطفل وعندما تكون هناك أعاصير، وينظر إلى ذلك على أنه وسيلة لإظهار وجودها وكسب دعم المجتمع. وفي تاموليباس، وهي ولاية على الحدود مع الولايات المتحدة، تم توصيل صناديق تحتوي على مواد غذائية أساسية مثل التونة المعلبة والزيت والسكر يوم السبت في أحياء مهمشة من عاصمة الولاية. أدى تفشي فيروس كورونا إلى ابتعاد الناس عن الكثير من الشوارع والمساحات العامة حول العالم، سواء بموجب مرسوم حكومي أو عبر قرارات شخصية. نشاهد بعض الصور من موقع شبكة بي بي سي لشوارع مهمة ومعالم بارزة مهجورة بسبب الوباء. في الجولة الأخيرة نتابع ما نشرته الصحف والمواقع اليوم من رسومات الكاريكاتير.
بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.